حلم كبير للمصريين بدأ من سنوات طويلة، من سنة 1869 لما تم افتتاح قناة السويس اللي غيرت شكل الحقيقة العالم، شكل التجارة العالمي، شكل الاقتصاد المصري، شكل الخريطة العالمية بصفة عامة. مع توسعة جديدة اللي تمت 2015 زي النهاردة 6 أغسطس، يعني استكملنا الحلم الحقيقة، ولسه الحلم كمان ده زي يعني ما ربان ضيفنا العظيم كان معانا النهارده وقال لنا دي كانت بس مجرد بداية حلم، لأن الحلم الأكبر هو مشروع تنمية قناة السويس الحقيقة، محور قناة السويس بالمنطقة الصناعية وشرق بورسعيد، هو ده الحلم الحقيقي، هو ده المشروع القومي الكبير اللي احنا في انتظاره، ولا إيه؟ انا معاكي جدا، احنا استفدنا النهارده كتير جدا والله، يعني كان يوم ثري بكل ما تحمله الكلمه، في معلومات، في ارقام، في احصائيات، انا ما كنتش عارف معلومات كتير عن قناه السويس، بالفعل عرفتها. احنا فعلا نقدر نقول ان احنا على بدايه الطريق، يمكن المواطن المصري ما شافش العائد والمردود من قناه السويس وهو معذور، والمواطن المصري عنده حق في ده، ولكن نقدر نقول ان ده مشروع ضخم بيقعد سنين طويلة، السد العالي قعد سنوات عبال ما يتعمل، حفر قناة السويس برضو قعد سنين طويلة عبال ما يتعمل، لما عملنا التفريع عملنا جنبها منطقة صناعية، المنطقة الصناعية دي لما هتيجي الشركات وهتنتج فيها بالزبط. هتقدر تصدر لأفريقيا بالزبط. في الجنوب وأوروبا في الشمال، ميناء شرق بورسعيد المعمول. يمكن هو انت عارف يا مصطفى المشكله في ايه بالظبط؟ المشكله ان التهويل الاعلامي حصل، لا حصل في المنطقه الغلط، صح؟ يعني هو الحقيقه المشروع القومي الحقيقه اللي لازم يتعمل عليه تهويل اعلامي هو مشروع تنميه منطقه شرق بورسعيد والمحور قناه السويس، هو ده المشروع القومي، المنطقه الصناعيه والكلام ده كله، فالسبوت لايت كله محطوط على التوسعه بتاعت قناه السويس، مش هو ده الهدف الحقيقه الابعد، فبس السبوت لايت فين؟ هو نركز في البيم، صح؟ صح. احنا بس نصبر شويه، يعني هو بس شويه صبر وان شاء الله باذن الله. موضوع كبير، موضوع ضخم، والعالم كله جاي له، لان هو العالم مضطر يجي له، الناس اللي مش فاهمه ده مضطر يجي له، لان شركات الموبايل اللي بتصنع في الصين وفي كوريا لو حطت مصنعها هنا وجابت نص الموبايل متصنع وعملته هنا وطلع لاوروبا في الشمال وطلع لافريقيا في الجنوب، هم الكسبانين واحنا اللي كسبانين وكل الاطراف رابحه من هذا. صحيح، الربان محمد فوزي ضيفنا النهارده كمان قال ان هو المنطقه دي بتاعت شرق بورسعيد ومحور قناه السويس دي يعني هتخلي سنغافور نفسها وهونج كونج والمناطق دي كلها هي تعدل من نفسها، يعني هتبقى منافسه من نوع اخر بقى، يعني صحيح. يعني عنصر جديد على الخريطه التجاريه العالميه يعني. صحيح. نورتنا يا مصطفى، ربنا يخليك، ويلكم اون بورد زي ما بيقولوا، بما ان بقى ربنا وبحاره ويلكم اون بورد، نورت نهارك سعيد، ربنا يخليك يا رب. فقراتنا خلصت النهارده، لكن اكيد بكره يوم جديد وفريق عمل جديد، نهاركم سعيد.